السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلام إن شاء الله دائما وأبدا. حبايبي، اليوم رح نعمل فيديو عن طريقة إنشاء حساب على الإنستغرام. كل مين حابب يعمل حساب على الإنستغرام بإمكانه إن شاء الله يستفاد من هذا الفيديو والشرح يلي رح نشرحه اليوم. حبايبي، ما رح طول عليكم، بفضلكم اللي عم يشوف الفيديو عندي أول مرة بالقناة اعملوا لنا لايك وشاركوا الفيديو لحتى يوصل لأكبر عدد ممكن من المشاهدات، واشتركوا بالقناة إذا سمحتوا. يلا خلينا نبلش. تمام حبايبي، هلا أول شغلة بنساويها نكون نازلين نحن برنامج الانستغرام من السوق بلاي. تمام، بعد ما ننزله لك وهذا هو نفتح عليه. بعد ما نفتح على الانستغرام هون عم يقلنا انه بدك تحط ترتبط بحساب الفيسبوك تبعك، ولا بدك تعمل تسجيل دخول بالبريد الالكتروني او برقم هاتف. تمام، فنحن بنقول له تسجيل دخول بالبريد او برقم هاتف، رح نكبس على تسجيل دخول بالبريد او رقم الهاتف. هلا بعد ما فتحنا على هي الصفحه عم قلنا هون بدك تحط رقم هاتف. اذا بدك تحط رقم هاتف تحط رقم هاتفك تبع الموبايل، تمام، او اذا بدك تحط بريد الكتروني. هلا هون انا حطيت الايميل، انا بدي سجل دخول عن طريق الايميل. تمام، حط الايميل بعدين بقول له التالي. هون عم يقول لي حط رمز التاكيد يلي بده يجيك على الايميل مشان نأكد الإيميل اللي بده يضيفه على الحساب. بتروحوا على الإيميل بتجيبوا الرقم اللي وصلكن للإيميل اللي هو الرقم الرمزي طلبوه، بتعملوا له هون لصق أو بتحطوا الرقم، بعدين بتقولوا له التالي. هلا هون عم يقول لك إنه حط الاسم بالكامل، شو الاسم بدك تسميه؟ بنقول له مثلا الاسم محمد 86. تمام، كلمة سر بتحطوا اي كلمة سر انتو بدكم اياها. بعد ما نحط كلمة السر بنقول له متابعة ومزامنة جهات الاتصال او متابعة دون مزامنة جهات الاتصال. تمام، فانتو اذا بدكم تعملوا متابعة مع مزامنة جهات الاتصال بتقولوا له متابعة مع مزامنة جهات الاتصال، إذا ما بدكم تقولوا له متابعة دون مزامنة جهات الاتصال. أنا رح أقول له هلأ دون. هون عم يقلنا حط تاريخ الميلاد، إذا تاريخ ميلادك بنحط له تاريخ الميلاد. بعد ما نحط تاريخ الميلاد بنقول له التالي. هون عم يقول لك إنه بدك تفوت باسم يلي حطيته أنت مازن ماز 171، ولا بدك تغير الاسم. انا رح اخلي نفس الاسم. هلا بعد ما حطيت له الاسم بنقول له التالي. نستنى عليه شوي ليفتح. هلا هون عم قلنا انه بدك اياه تربطه بحساب الفيسبوك او لا، بنقول له لا ما بدنا نربطه، بنقول له تخطي متابعة الاصدقاء، بنقول له تخطي. هون عم يقول لك بدك تحط صورة، تضيف صورة، بنقول له بعدين نحن تخطي. هلا هون فتح عنا صفحة وفيها جهات اتصال، انت بتضيف مين ما بدك، بتفوت هون بتطلع تشوف الاسماء غريبة ما بتعرفها انت، مين بدك تعمل له متابعة بتعمل له متابعة. تمام، ما بدك تكبس هي الكبسة لورا. بعد ما تكبسها هون عم يقول لك هلا تنشأ الحساب الانستغرام تبعك. هلا هون صار حسابك جاهز. تمام، هون بامكانك تفوت على صفحتك الشخصيه بهاي هي عندك هون، اذا حابب تعدل تعمل تعديل لا صوره بتحط صوره هون، تعديل ملف الشخصي بامكانك تفوت على تعديل ملف الشخصي تعدل اللي بدك اياه. هون دعايات اعلانات شي بدك تشتري بتشتري من هون. هون شوف في فيديوهات معروضه على الانستغرام بامكانك تفوت تشوفها. تمام، وهون الصفحه الرئيسيه تبعك. بعد ما يجيك بقى هلا نزلت فيديوهات عالم متابعك، يجيك رسائل، يجيك اي شيء،
بإمكانك فورا تتواصل معهم، تتراسل معهم هون. تمام. هلا هون تفرجوا، في عندنا شغلة هون مكتوب يتابع، انه عم يتابعك. هون المتابعون قديش انا عندي، كم متابع هون موجودين. تمام، اثنين. لسه هذا جديد انستغرام، انا عملته من جديد، انا ما كان عندي والله انستغرام. تمام، فهذا الانستغرام انا عامله هلا جديد، يعني ما كنت استعمله. هي اسمي عندكم موجود فوليكو، اسمه مازن ماز 171، اللي بحب يفوت يتابعني بالانستغرام. تمام، هلا رح اعملكم بس هيك نظره سريعه عن موضوع البرنامج. هلا كل مين مثلا حابب يشوف مين المتابعين الموجودين عنده، بيكبس على هي كلمه المتابعون، يعني مين عم يتابعك. تمام، بعد ما نكبس عليها مثل ما كنتم شايفين هون، أنا عندي متابعين، هي اثنين موجودين هون. بالاضافه انه انا مثلا ما بدي هذا يتابعني مثلا الشخص، بس بكبس عليه ازاله، بس اكبس عليه ازاله يزيل متابعه هذا الشخص لالي. تمام، هي بالنسبه للمتابعين. نرجع لورا، عندنا هون يتابع، يعني مين اللي انه عم تابعه انا كمان، يعني انا هذا الشخص انا عم تابعه كمان. تمام، اعطيته كمان متابعه. هون عندنا كمان ليكون اسمين، هون في كذا، انت بتضيف ما بدك، قول له هون متابعه. تمام، بعد ما تشوفوا هون الامور نرجع لورا. مثلا تعديل الملف الشخصي تبعك، حدا بده يعدل مثلا الملف الشخصي تبعه، بنفوت على كلمه تعديل الملف الشخصي. بعد ما فوت على كلمة تعديل الملف الشخصي، هون تغيير صورة الملف، اللي حابب يغير صورة الملف بيكبس على تغيير صورة الملف بيغيرها. اسمك، حابب تغير اسمك مثلا. تمام، بتغير الاسم اللي بدك تغيره. اسم المستخدم، اذا انت حابب تغير اسم المستخدم، هي هون بامكانك تغير اسم المستخدم. موقع ويب، اذا عندك صفحة، عندك ويب، عندك موقع، عندك شيء بامكانك تحطه هون. سيرة ذاتية، اللي حدا عنده سيرة ذاتية يكتب عن حاله، شو بيعمل، شو بيساوي، شو كذا، هالامور هي. تمام، هون تبديل الى حساب احترافي، يعني اللي حابب يعني مثلا يساوي الحساب تبعه هاد احترافي اكثر من هيك، مو طبيعي. تمام، بامكانه يكبس على تبديل الى حساب احترافي، نكبس عليها نجرب. فرجوا، بعد ما كبست عليها هون عم يقول لي الحصول على ادوات احترافيه باستخدام حساب احترافي، تحصل على صلاحيه الوصول الى ادوات مثل الرؤى بشان متابعينك واداء الحساب، يعني في تفاصيل اكثر. حنجرب نكبس له متابعه. الخطوه الثانيه، تعرف على متابعيك، يمكنك الحصول على رؤيه عن متابعيك ومعرفه مستوى اداء منشوراتك. تمام، شو المستوى؟ يعني منشوراتك في عليها اقبال، ما في عليها اقبال، ببين معك هون. حنقول له متابعه. الوصول الى ميزات، عفوا، الوصول الى المزيد من الاشخاص، يمكن انشاء عمليه ترويج على انستغرام مساعده في الوصول الى مزيد من الاشخاص وانشاء مجتمعك. يعني انت بتحب بامكانك تعمل انت شيء خاص فيك، صفحه خاصه فيك على انستغرام والقصص هي، مشان تزيد المتابعين عندك. تمام، هون بامكانك تكبس له اخر واحدة لنشوف شو هي. متابعه، الحصول على خيارات اتصال جديده، يمكنك اضافه زر اتصال الى ملفك الشخصي لتسهيل تواصل الاشخاص معك. يعني على الملف الشخصي تبعك بامكانك تحط رقم واتساب، رقم تواصل اجتماعي، أي شيء أنت بدك، حاب رقمك، بإمكانك تحط هذا الموضوع. عرفت شلون؟ أنا ما راح أكمل هي الأمور، بس إنه هي الخطوات بإمكانك تعمل حسابك احترافي أكثر. تمام؟ خلينا نرجع لورا هلا. عندنا هون إعدادات المعلومات الشخصية، نكبس عليها. هون مثلا شو البريد الإلكتروني تبعك اللي حاطه، هون بإمكانك تسجل رقم هاتفك، هون تحط الجنس، هون تاريخ ميلادك، أنت شو بدك تعدل بنعدل. هلا إحنا هون تمام، نعدله، نحط ذكر، نعطيه إشارة صح هون بعدين إنه أنا اخترت. تمام، هاي هون هلا هيك زبطت الإعدادات. نرجع لورا، كمان نرجع لورا. بعد ما رجعنا لورا مثل ما كنتم شايفين هون لساتنا بصفحة التعديل، بنكبس على الخيارات اللي موجودة عندنا هون، ثلاث خطوط هدول اللي على اليسار. هون إعدادات، حابب تشوف إعدادات الأرشيف، شو مأرشف عندك، نشاطك شو ترتيبه، رمز كيو ار، اذا بدك تعمل رمز خاص لك، انه بصير واحد بيفتح هيك الكاميرا يمكن يدخل على الرمز ويطلع فورا حسابك عنده. العناصر المحفوظه، الطلبات، الاصدقاء المقربون، استكشاف الاصدقاء. فوت الاعدادات مثلا، اعدادات هي عندك هون موجود. انا ما بدي اطول عليكم، بس عم اعطيكم لمحه سريعه. تمام، متابعه الاصدقاء ودعوتهم، الاشعارات، شو الاشعارات انت بدك تحط، رنه، بحط رنه خصوصي للاشعارات، تحط رنه
تفوت عليها مثلا شايفينهم، تختار انت رنه لمتابعينك، ايقاف كل مؤقتا، يعني في كثير شغلات. بالاضافه هون الامان، انه تعمل امان للحساب عندك هون مشان ما حدا يحسن يخترقه ويعمل له مشاكل. الاعلانات، الحساب، مساعده، حول، يعني هي كل شيء شغلات موجوده عندنا هون. تمام حبايبي، حبايبي هذا الفيديو كان تبعي لليوم، ان شاء الله اكون شرحت لكم بطريقه جيده وتكونوا استفدتوا من الفيديو اللي شفناه هلا. معيكم اذا سمحتوا لا تنسوا تشتركوا بالقناه وتعملوا لنا لايك وتشاركوا فيديو لحتى يوصل لاكبر عدد ممكن من المشاهدات. شكرا لدعمكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.